بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل أحبائي الكرام في الله. الدعوة مجددة دائما لنا بالصحة والستر والعافية وراحة البال لنا جميعا إن شاء الله. ده الفيديو الثاني عن نظافة المنزل تبدأ بالزراعة. احنا اتكلمنا عن المرة اللي فاتت ان الخضار اللي احنا بننظفه هو هيكون كومبوست او سماد عضوي، مش هيترمي، هيكون ان شاء الله سماد عضوي للزراعة. انا طبعا طبقت كده وبقتش ارمي خضار. هنبدأ بالحلقة الثانية او نمرة 2. نمرة 2 عندنا، انا عندي الصواني اللي زي دي اللي احنا بنجيبها بنعمل فيها اكل او بنجيبها لاي غرض بنجيبه. عندي ديا العلبة بتبقى بتيجي مع الكحك او الحلويات او اي حاجة موجودة، او علب زبادي او ازاز بلاستيك. انا قصيتها، هي كذا كانت كذا واحدة، فانا قصيتها وعملتها 3 خانات. انا طلعت البذر، فتحت بتنجانة بيضة وطلعت البذر وفركته بايدي على التينة وحطيته. انا حطينا بتنجانية عشان ابين ان دي بتنجان ابيض، وحطيت انا برضو بتنجانية سودا نفس الحكاية. فتحت البتنجانية وعملت البذر في التينة وحطيت البتنجانية علامة عليها زي ما احنا شايفين. ادي الفلفل، بذور الفلفل اهي، وحطيت برضو الفلفل عشان يبقى باين ان علامة دي للفلفل. او هكتب ورقة بالتاريخ عليها عشان ان شاء الله تاخد دورتها، ربنا سبحانه وتعالى مقدرها لها والإنبات بتاعتها. وخطوة بخطوة بنبدأ ننقلها في الخطوة الجاية. يبقى احنا كده دي تاني، ده تاني فيديو عن ازاي النظافة تبدأ من الزراعة. احنا نظفنا الخضار واستخدمناه، يبقى كده ان شاء الله بإذن الله ما عندناش مخلفات من الخضار. مخلفات الخضار بتاعتنا هي كومبوست او سماد عضوي للزراعة ان شاء الله بأمر الله. ناقص لي بقى في البذور زي ما احنا شايفين كده قدامكم. ده البذور الكتيرة دي اهي، دي فلفل رومي، والبذور القليلة دي بذور البتنجان الرومي ان شاء الله. برضو عندي بتاع زي دي البلاستيك دي اللي عاملة زي الحوض الصغنن، هعمل فيها ان شاء الله بذور الفلفل الرومي اللي احنا شايفينها قدامنا، وهعمل فيها ان شاء الله بتنجان رومي. نشوفها كده مع بعض. دي بذور فلفل الرومي بنشفها. يعني انا بعمل ايه؟ ما باجي انضف خضار بشيل البذور كلها على جنب، بس هتجف وتنشف، بحفظها في علبه او كيس او منديل ورق. انا حافظها في علبه صغننه زي دي، علبه حلاوه، اي علبه بلاستيك بحفظها، ببقى عارفه شكل كل بذره ايه. دي بتنجان، دي فلفل، دي قوطه، وهكذا. وبعد ما بعملها بجيب حاجه، علبه زبادي، ازازه بلاستيك، اي حاجه، اقول اي حاجه، فخار، قصريه زرع فخار، والافضل طبعا ان هي تبقى فخار عشان تبقى مسامية الهواء وتسمح بالميه، تبقى فيه تحافظ على رطوبه الزرع. يبقى دي تاني حلقه زي ما احنا وعدنا اهو. ابتدينا ننظف البيت من بدايه المطبخ للاستخدام العادي لاي حاجه مستخدمه. ما ننساش القله اللي انا عملت فيها بذور الطماطم زي ما احنا شايفين اهي، ابتدت تطلع. انا استخدمت الكومبوست، عايز اقول لحضراتكم على ملاحظه ان انا استخدمت الكومبوست اللي انا نظفت بيه منه الخضار. التينه دي فيها قشر بيض، بقايا فاكهه، بقايا خضار، فلفل، بتنجان، كمثرى، تفاح، اي حاجه استخدمتها في الخضار اللي هي بصورتها الاوليه اللي ربنا خلقها بيها قبل ما نستخدمها في الطهي. حطيتها مع التينه، قشر بيض زي ما قلنا، خضار وفاكهه، زرع، عروق الملوخيه، عروق النعناع، عروق الخضره، سبتها نشفت خالص، حطيت عليها طينه وميه ومع الورق قطعته ولحد ما جف وتجانس مع بعضه وتفاعل مع بعضه، وحطيته مع الطينه. احنا عندنا كان عندي طينه صالحه للزراعه كانت من مشتل، حطيت ده كله مع بعض زي ما انتم شايفين. حط علامات عشان اعرف البتنجان والفلفل اللي انا زرعاه. وده كان فيديو بسيط عن استخدام حاجات من البيت. ببدأ أنظف البيت بستغلها في الزراعة، وإن شاء الله يبقى استفادة على خير إن شاء الله. نشوف مراحل نمو النبات، وإن شاء الله بإذن الله تبقى ثمار طيبة وبالهنا والشفاء لينا إن شاء الله جميعا. برضو بكرر في نهاية الفيديو شكر خاص جدا لكل القنوات المختصة بالزراعة على تبسيطها المعلومة وإخراجها بطريقة إن إحنا سهل ننفذها. والشكر خاص لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وألقاكم إن شاء الله مع جزء آخر في تنظيف المنزل مع الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.